ولمزيد من النقاش والتحليل حول الأوضاع في قطاع غزة والحرب الدائرة هناك لليوم 90 بعد 200، معنا عبر سكايب الدكتور سامر عوض الكاتب والباحث السياسي للنقاش حول التطورات الأخيرة. مرحبا بك معنا دكتور سامر. أسعد الله مساءكم أستاذ يونس وجميع المشاهدين الكرام. سلوك الاحتلال بالمجازر واستمرار العدوان بشكل وحشي على قطاع غزة خاصة في خان يونس يتزامن مع خدعة إسرائيلية جديدة على ما يبدو تتعلق بالحديث عن أجواء إيجابية تتعلق بعودة مسار المفاوضات، وتتزامن مع سفر نتنياهو إلى واشنطن لإلقاء كلمة أمام الكونغرس الأمريكي بمجلسيه. كيف تبدو لك الأوضاع؟ كيف يمكن قراءتها في الواقع الميداني وكذلك السياسي؟ يعني للأسف الشديد العالم أوضاعه جميعها مترابطة نظرا لحالة العولمة والرأسمالية المالية التي فرضت نفسها على العالم بوجود قطب واحد يدير هذا العالم ويتحكم بمصيره. وبالتالي ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية لا ينفصل في سياساته عن تأثيراته في الوضع الراهن داخل قطاع غزة على وجه الخصوص. اليوم نتنياهو أصبح لديه من القوة، من نقاط القوة دعنا نكون صريحين، ما يؤهل إلى مزيد من المذابح بحق الشعب الفلسطيني. أولاً على الصعيد الداخلي، رغم كل الحركات المعارضة لهذا الواحش، لهذا السادي في تعامله تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني انتقاماً وذبحاً وتقتيلاً، إلا أنه لا زال يمتلك الحصانة التي يعني تجعله يتقدم إلى الأمام في كل الخطوات التي يريدها المشروع اليميني المتطرف. آخر هذه الخطوات بالأمس كان موضوع أنه لن يكون هناك إقامة للدولة الفلسطينية، واليوم هناك شيطنة للأنوروا وتصنيفها على أساس أنها إرهابية، وبالتالي يتم استهداف 5 مليون لاجئ فلسطيني على الأقل، سواء في الداخل الفلسطيني المحتل والضفة الغربية وقطاع غزة أو في دول الطوق. بمعنى هناك منهجية لهذا الاحتلال داخليا في العمل أكثر فأكثر على قضية التغول في دماء الشعب الفلسطيني. على الصعيد الخارجي الآن ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية هي فرصة ذهبية لنتنياهو الذي حقيقة يدرك أخي يونس كيفية إدارة الحبال داخل اللعبة الانتخابية في الساحة الأمريكية. بمعنى بقراءة بسيطة، الواقع الآن في الانتخابات الأمريكية يعطي كل القوة لنتنياهو. نتنياهو الذي كان سيذهب ضعيفا بعد خلافه مع بايدن وبعد الهزات التي تعرضت لها العلاقة بفعل تصرفات نتنياهو الاستفزازية وبنغافير والرج التي حدثت على صعيد هذه العلاقة، الآن هناك فرصة ذهبية لهذا النرجسي أن يقف أمام الكونغرس الأمريكي ويستمع إلى التصفيق بعد كل المجازر والمذابح التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني. والجمهوريين هم أصدقاء نتنياهو، يعني هو ينتظر ترامب ويراسل ترامب منذ فترة بعبر مكتبه من أجل أن يلتقي به في الولايات المتحدة الأمريكية. أما بالنسبة للديمقراطيين فهم يعتبرون الآن فرصة ذهبية لمحاولة لملمة الأوراق التي بعثرها بايدن في الجولة المناظرة الانتخابية الأولى التي كانت كارثية بالنسبة لهم حسب التوصيف، لأنه لم تكن على المستوى المطلوب في مواجهة ترامب، وبالتالي تخشى يعني قولبة الديمقراطيين من خسارة الانتخابات. وبالتالي الآن الصوت اليهودي مهم جدا، وبالتالي ينظرون إلى نتنياهو على أساس ما سيقدم لهم هذا الدعم إذا ما أراد. لكن حقيقة كل هذه العوامل تؤكد على شيء واحد، لأنه لا زال نتنياهو الآن يتلاعب في خيوط اللعبة باتجاه أن يحصد أكبر عامل زمني طويل من أجل الاستمرار في هذه الحرب. والأمر الآخر يتعلق بقضية الإزاحات في السياسة الإسرائيلية باتجاه القرار أن يصمد نتنياهو أكثر عما حصل عليه في الأيام الماضية. بمعنى كان متوقع أن تكون الزيارة ستناقش وقف إطلاق النار وآلية حل الدولتين واليوم التالي للحرب. اليوم باعتقاد نتنياهو أصبح ضامنا بأنه لن يتم مناقشة حل الدولتين، بل سيكون من الممكن مناقشة وقف إطلاق النار إذا ما تم الضغط على نتنياهو أكثر فأكثر بهذا الاتجاه. وبالتالي الواقع في قطاع غزة يأخذنا إلى أنه هذا ما يحدث. يعني تصعيد اليوم على سبيل المثال 50 شهيد في خان يونس فقط في ساعات الصباح الأولى، وبالتالي لم يتوقف نتنياهو، على العكس ويمضي المرحلة الثالثة التي كان يتحدث عنها هو والأمريكان بأنها ستكون ناعم ولن يكون فيها مجال. دكتور، هل تعتقد بأن نتنياهو مع التغيير الأخير الذي حصل على المستوى الأمريكي، انسحاب بايدن من الانتخابات الأمريكية وانشغال الأمريكان بالانتخابات، قد خفف من الضغوط على نتنياهو من ناحية، وقد يكون يعني وهو كانت هذه التحليلات قبل شهور في بداية الحرب تقول بأن نتنياهو يمكن أن يمدد أمد الحرب إلى حين استلام
ترامب للسلطة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي نكون أمام وقائع جديدة مع شخصية جديدة لها أسلوب مختلف تماماً في التعامل مع القضايا، مع قضايا المنطقة العربية والإسلامية. هل تعتقد بالفعل أن الأمور قد تمتد إلى ذلك الحين، وأن نتنياهو سيبقى يتلاعب بالوقت ويؤجل ويعني يتملص من كل الوعود بوقف إطلاق النار، لأن يعني الطرف الأمريكي الذي كان من المفترض أن يضغط على نتنياهو ضغطه ضعيف، ولم يستطع خلال الشهور الماضية أن يعني يحقق شيئا، وبالتالي الآن الوضع أسوأ مما كان عليه قبل شهور؟ حقيقة هذا هو التوصيف أخي يونس، بمعنى الإدارة الأمريكية التي كانت تضغط يوما بعد يوم على الرغم من دعمها لنتنياهو على مدار 9 أشهر، يعني أرادت أن تنتهي من ملف قطاع غزة ومن ملف القضية الفلسطينية الذي أصبح عاملا مؤثرا في الانتخابات الأمريكية مع خروج آلاف المحتشدين والمتضامنين مع قطاع غزة، ومع الإنسانية التي حلت بفعل أنه أصبح الوجه الأمريكي مشتركا ومتورطا في جرائم الإبادة، وبالتالي بايدن أصبح شريكا. الإشكالية اليوم بأنه نتنياهو حتى وإن ذهب إلى الكونغرس وإلى الولايات المتحدة الأمريكية لن يكون ضغط بايدن عليه ولن ينصاع له بايدن، يعني عفوا نتنياهو، بمعنى نتنياهو الآن أمام رئيس لن يستمر 5 أشهر، وبالتالي بعد 5 أشهر لن يكون تأثير الرئيس الضعيف على نتنياهو كما كان في السابق، هذا أولا. ثانيا هو ينتظر صديقه ترامب الذي كان يعطيه ما يريد، لكن الإشكالية تصطدم بأنه أيضا الإدارة الأمريكية ليست معنية بأن يبقى الواقع في الشرق الأوسط مشتعلا، لكن نقاط القوة تتعلق بثلاثة زوايا. الزاوية الأولى بأنه حقيقة سقط الديمقراطيون مع سقط بايدن، وبالتالي الآن يحاول الديمقراطيون استمالة الصوت اليهودي عبر وجود نتنياهو والتملق له. ثانيا سيكون نتنياهو ذكيا، وهذا باعتقادي ما سيقوم به في قضية تشعيل الخطاب داخل الكونغرس الأمريكي بأنه دولة الاحتلال تحارب الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، ويتحدثون على المحور الثلاثي ما بين جبهة اليمن وحزب الله وإيران، وبالتالي يريد كسب المزيد من الدعم الآخر والذي لن يفترق عليه أو يختلف عليه أحد بعد سقوط بايدن في المناظرة الأولى، وبالتالي سيكون الديمقراطيين داعمين أكثر للأسف الشديد من الجمهوريين في هذا المجال، وسيشيطن أيضا المقاومة الفلسطينية وحركة حماس في هذا الاتجاه بحكم المحاور والممانعات ليكسب هذا المجال، وبالتالي أيضا سيتلاعب في عامل الزمن، يعني بمعنى وكان يقول لن يكون أي اتفاق يتم التوقيع على أي اتفاق يتعلق بالصفقة إلا من بعد عودة الولايات المتحدة الأمريكية، هذا يعني بأنه على الأقل سيكسب 10 أيام إلى 15 يوم داخل الولايات المتحدة الأمريكية حتى يعود من زيارته، وبالتالي دخلنا في أغسطس، أغسطس سينتهي بالمراوغات الزمانية، يعني سيدخل في سبتمبر، وبالتالي يبقى شهر أو شهرين فقط نتنياهو يستطيع المقامرة في هذا المجال، خاصة لأنه يجد الحصان الداخلي بهذا الائتلاف المتطرف والذي لا يستطيع عبر الشارع الإسرائيلي أو الكنيسة أن يحجب الثقة عنه أو يزيحه من المشهد السياسي، وينتظر صديق ترامب الذي سيأتي ويكون المخلص بالنسبة له في قضية تعطيه ما يريد، سواء بالضغط على المقاومة أو بالتلاعب في المحاور أو بالتلاعب بالدبلوماسية الأمريكية بالضغط على الحلفاء والذين طبعوا مع الاحتلال، وبالتالي يكون الشرق الأوسط يعني داخلا في حيثياته أكثر من اللزوم لصالح نتنياهو. هذا ما يراهن عليه نتنياهو، لكن يبقى المستقبل بيد الله عز وجل. نعم. طيب من ناحية أخرى المقاومة الفلسطينية يعني في كل المحطات والأيام الماضية كبدت الاحتلال خسائر كبيرة أيضا، وما زالت تصد هجومه مرة بعد أخرى وتفشل مخططاته، إلى ماذا يؤشر ذلك؟ هل استعدت المقاومة فعليا لحرب طويلة الأمد بهذا الشكل؟ هذا مؤكد جدا أستاذ يونس، بمعنى لا يمكن أن تغامر المقاومة الفلسطينية ب 2 مليون فلسطيني من أجل حدث مؤقت، على العكس تماما واضح بأن المقاومة التي صمدت 9 أشهر ولا زالت تربك الاحتلال في كل الرسائل في كل الأدوات في كل الاستراتيجيات والتكتيكيات والضربات، هذا يؤكد بأن المقاومة لديها الجاهزية ولا زالت بخير. اليوم هناك أيضا تطور نوعي في مقاومة الضفة الغربية، يعني أن تدخل الكرم الآن بعمليات التفجير المستوحاة من التفكير التخطيطي الاستراتيجي في المقاومة والتعامل مع الآليات والاحتلال في قطاع غزة، هذا يؤكد بأن هناك نوع من التوأمة في قضية العمل المقاوم في كلا المرحلتين. ما يخرج أيضا في قضية بسادة المقاومين الفلسطيني يؤكد بأنه أيضا البيئة تم استثمارها من قبل المقاومين الفلسطينيين، وبالتالي الاحتلال دمر ما فوق الأرض، لكن يخرج له من باطن الأرض من يعني يكبد الخسائر ويجري له الرسائل، وبالتالي بعد 9 أشهر من جدوى الحرب لا يوجد أي هدف حققه الاحتلال، على العكس لا زالت المقاومة صامدة ولا زال الشعب الفلسطيني صامد ولا زالت المقاومة توجه الضربات تلو الضربات والكمائن تلو الكمائن بما يحقق النصر الحقيقي للشعب الفلسطيني الضعيف الذي صمد.
دون أن يعني يجعل الاحتلال أي مصدر لتحقيق أهدافه. نعم. طيب من ناحية أخرى، ما التوقعات المستقبلية القريبة في ضوء كل المعطيات الموجودة حالياً؟ موقف عربي متصلب تجاه المقاومة الفلسطينية بشكل عام، وأصبح موقف واضح للغاية، لا يعني نجد حتى على المستوى الإنساني والإغاثي أي تطور في ذلك. الموقف الإقليمي أيضاً أصبح يعني معروف، التوازنات معروفة، وكذلك كما أشرنا قبل قليل في السؤال السابق حول الموقف العالمي والأمريكي تحديداً، هل ثمة اختراق يمكن أن يحدث؟ أم أن نتنياهو سيبقى يحاول أن يحقق ما يذكره بشكل يومي حتى اليوم في الصورة التي التقطت له في على متن الطائرة التي تقله لواشنطن؟ كان مصرا على إظهار هدفه الأكبر في هذه الحرب وهو النصر المطلق، وبالتالي ما زال نتنياهو يراوغ ويتلاعب ويخادع بهذا المصطلح الكبير. ما النصر المطلق باعتقادك بالنسبة لنتنياهو الذي يود تحقيقه؟ النصر المطلق أن يقوم بإبادة الشعب الفلسطيني كله ويحقق دولة اليهودية، لكن هذا مستحيل. بمعنى ما نشرت في الدعوات حرام وتفضلتم به في تقريركم، ويؤشر بأنه فلسطيني واحد أشغل أربعة كتائب، قناصة من ماجلان، وحدة استطلاع الكوماندوز داخل جيش الاحتلال، ايضا قوه 99، كل هذه القوات تحركت من اجل شاب فلسطيني مقاوم خرج له من تحت الارض ولم يستطيعوا، ايضا باربعه طائرات قوات كابتر وطائرات مسيره من اجل القضاء عليه، الا انه ايضا خرج لهم وقاومهم ثم اوقع بهم الخسائر. وبالتالي المقاومه لا يمكن ان تنتهي، هذه المقاومه جدوى مستمره، والشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه ومصر عليها، سواء من جهه المقاومه عسكريا او سياسيا او من جهه الشعب الفلسطيني الذي لا زال صامدا. لكن الحقيقة بأنه الآن الإشكالية في قضية التجاذبات التي تستطيع أن تفرض على نتنياهو أن يجبر على الاتجاه باتجاه التوقيع على الصفقة وإيقاف هذه الحرب. لا زال الموقف الدولي خجولا يراوح مربع الكلام، بمعنى حتى كل القرارات التاريخية الآن لا زالت ضمن مربع الكلام دون استراتيجيات عملية تنفيذية لما يتم التقرير عليه. بمعنى قرار الأمم المتحدة في قضية عدم شرعية وجود المستوطنين، هذا يعني أنه فيه 900 ألف مستوطن داخل الضفة الغربية غير شرعيين، لكن ما القرارات العملية من أجل إخراج هؤلاء والاعتراف بالدولة الفلسطينية؟ هذا يأخذنا إلى مربع أنه لا زال الدور العالمي غائب في قضية قطاع غزة. المساعدات الإنسانية الذي يتغنى الجميع بأنه يجب إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وأن هناك مجاعة ويتم الناس يموتون جوعا، لازلنا لا نستطيع أن نفرض أن ندخل شاحنات على قطاع غزة. وبالتالي باعتقادي أنه ثلاثة عوامل يمكن العمل عليها في الأيام القادمة: زيادة الحراك الدولي الشعبي على كافة الأصعد بحيث يكون ضاغط على الحكومات وضاغط أيضا على الاحتلال مما يسبب له عزلة أكبر. ثانيا التحرك القانوني والقضائي في كل دول العالم بما يقاضي قادة الاحتلال حتى يبقوا محاصرين، حتى نتنياهو ذاته يجب أن لا يصل الولايات المتحدة الأمريكية دون أن يواجه قضاء يطالب بالاعتقال أو يتهم بالجرائم الإبادة، وبالتالي يجد نفسه معزولا داخل دولة الاحتلال. وعلى الصعيد الثالث يجب أن يكون هناك حراك عربي إقليمي يضغط على هذه الدول باتجاهين: اتجاه من أجل وقف الحرب وإدخال المساعدات، وعلى الأقل إذا لم يستطيعوا ذلك أن يوقفوا إدخال الشاحنات إلى الاحتلال وإمداده بالقوة التي يعني يحتاجها في ظل ما يتم من محور الممانعة الذي يعني يوجه الضربات ضمن الضربات. يعني اليمن أشغلت الاحتلال وكبدت الخسائر، الجبهة الشمالية أيضا أشغلت الاحتلال، قطاع غزة شغلت الاحتلال 9 أشهر، الضفة الغربية مشتعلة، فلماذا يتم إمداد الاحتلال بالأكسجين عبر الدول العربية في ظل ما يقوم به من مجازر بحق الشعب الفلسطيني؟ يعني هذا مستهجن، هذا غريبا، لا نستطيع توصيف ذلك بنفاق أو بصمت أو هذا تواطؤ، بل شراكة في الجريمة للأسف الشديد. نعم. طيب دكتور، فيما يتعلق بالموقف العالمي سواء المنظمات الدولية أو المحكمة العدل أو ما إلى ذلك، كان لها قرارات مهمة بخصوص الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، ولكن من الواضح أن هذا بالنسبة لإسرائيل كله يعد أمرا لا قيمة له، لا تعترف بهذه القوانين، لا تحترمها، بل تدوسها بدباباتها وتقتل الأطفال على مرأى ومسمع من العالم. وفي موضوع الاستيطان تحديدا وقرار المحكمة بخصوص الاستيطان قوبل بقرار آخر من الكنيسة الإسرائيلي بالقول بأن هذه الأرض لن نسمح بقيام دولة فلسطينية وبأن الاستيطان يعني مطلوب وشرعي وما إلى ذلك. برأيك هذا التحدي الإسرائيلي للعالم وخاصة للمنظومة الدولية هل سيستمر أم أنه مرتبط بالحرب الحالية وأنها ستعود لمحاولة ترميم صورتها وسمعتها فيما بعد والتعاطي مع هذا السياق الدولي والقوانين الدولية التي ضربتها بعرض الحائط؟ لا
يعني للأسف الشديد وقد أبدو متشائما، ما دامت هذه القيادة المتطرفة تتحكم بالمشهد السياسي لن يكون هناك احترام أيضا من دولة الاحتلال كما في السابق لأي قرار دولي، حتى وإن كان يعني نوع من الدبلوماسية الذكية في التعامل مع القرارات الدولية والمراوغة حولها في السابق من قبل القادة الإسرائيليين على مدار التاريخ، لم تلتزم دولة الاحتلال بأي قرار، لكن لم تكن بمثل هذه العنجهية والسادية والتحدي لقرارات الأمم المتحدة والدولية. يعني تخيل بالأمس كان هناك قرار من الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات، طبعا هذا القرار أيضا عاجز، بمعنى 900 ألف مستوطن في الضفة الغربية، عشرات البؤر الاستيطانية، آلاف الدنومات يتم مصادرتها من الضفة الغربية، المستوطنون قبل يومين هاجموا قرية حوارة وبورين وحرقوها وقتلوا أهلها واعتدوا على السيارات الإسعاف في تلك المناطق، لم يتم فرض عقوبات إلا على 6-7 أشخاص من هؤلاء المتطرفين، ثم أيضا 3 منظمات داخل دولة الاحتلال من المنظمات الاستيطانية من أجل التي منعت إدخال المساعدات. بمعنى هناك قصور في القانون الدولي وفي المنظمات الدولية في القيام بواجباتها تجاه المسؤولية الحقيقية المناطة بها. أكثر من ذلك يعني الاحتلال تحدى هذه المنظمات والمؤسسات الدولية بأن مزق سفير الاحتلال ميثاق الأمم المتحدة. كان أوقح من ذلك اليوم القرار داخل الكنيسة بشيطنة الأونروا واعتبارها منظمة إرهابية. يعني إذا كانت الأونروا التي تتبع للأمم المتحدة منظمة إرهابية، فما بالك بالشعب الفلسطيني الذي وعدوه بالنسبة لهذه القيادة الصهيونية والذي تشكل يعني يعتبره يشكل خطرا على المشروع الصهيوني الاستيطاني. يعني بين جابير وسموتريتش لم يأتي للشعب الفلسطيني بالورود، هو جاء ضمن هذه المرحلة التي اعتبرها فرصة ذهبية من أجل زيادة الاستيطان وقتل الشعب الفلسطيني وإثبات الهوية اليهودية وهدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل بمكانه. وبالتالي هل من يعني يفكر بمثل هذه العقلية سيتقبل وجود أي هوية أخرى؟ هذا مستحيل بالنسبة للإدارة الإسرائيلية الحالية. باعتقادي ما دامت القيادة أو ما دام المشهد الصهيوني بمثل هؤلاء المتجبرون الساديون الوحشيون الذين يعوثون صباح مساء في دماء ويوغلون في دماء الشعب الفلسطيني، باعتقادي لن يكون هناك تغيير إلا إذا انقلب السحر على الساحر داخل دولة الاحتلال. وللأسف الشديد الحراك لا زال ضعيفا سواء من الذين يعارضون أو من الحريدين أو من أهالي المحتجزين أو من المعارضة التي لا يراها نتنياهو. نتنياهو للأسف الشديد يتحدى المعارضة ولا يرى أي أحد من لا يائير لبيد ولا جنس. الأخطر من ذلك لأنه أيضا هؤلاء يعني دعنا نكون واضحين وصادقين مع أنفسنا، لا نستطيع المراهنة عليهم. تخيل جنس انسحب من حكومة الحرب أخي يعني يونس، لكنه هو نفسه وأفيجور ليبرمان الذين هاجموا نتنياهو على سياساتهم نفسهم الذين صوتوا على موضوع قرار عدم الموافقة على إقامة دولة فلسطينية داخل الكنيست. وبالتالي هذه القيادة لا ترى الشعب الفلسطيني إلا خطرا على وجود الدولة اليهودية، وبالتالي يجب ذبح الشعب الفلسطيني. يجب أن يكون هناك ممانعة مضادة من قبل الشعب الفلسطيني أولا، لأنه للأسف الشديد ترك وحيدا ليواجه مصيره، ويجب دعم صمود المقاومة وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني الذي ذبح. شكرا دكتور سامر عوض الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب، شكرا لك.